انا عندي واحد العائله. فين بلاصه هاد العائله؟ واحد العائله كاينه في عين عوده. قلت لهم عامل، قال لي واحد الناس عائله في يد امنه بوليداتهم بكل شيء عندهم، جالسه معاهم في يد امنه. كنت غادي نمشي في داك نص الليل طريق بعيده، خليت حتى الفجر خليت حتى الفجر ومشيت في الصباح كري ومشيت حتى تما. انا ما بغيتش نطفى العنا على الناس هكا، نجي نقول لهم عندكم بنتي ولا عندكم. بقيت كنتسنى حتى دخلت هكا، دخلت على الباب كتبان لي بنتي، صافي طرت عليها. شحال غابت عليك؟ غابت عليا شهرين دابا. شهرين. وصفين اللقاء كيفاش كان من اللقاء؟ ما كاين لقاء. انا ملي شفت بنتي طرت عليها بحال ما عرف، بحال ما عرف شنو شفت. ايوا بحال ما عرف شنو شفت، شي حاجه اللي بحال ما عرف شنو شفت طرت عليها. كانت بنتي شاده واحد الصنية في يدي، هذيك الساعه تلقاتها من يديها صافي. بقى بقيت كان هذيك الساعه بقيت كنبكي. وهي كيفاش كان الوصف ديالها؟ بقات صدمه، حتى هي مصدومه بحال هكا، مصدومه وصافي. هي مصدومه كتشوف فيا صافي. لقيت منين تعرفت على الناس اللي كانت جالسه معاهم، الناس عائله الله يعمرها دار، والناس ما خلاوهاش باش تبقى في الشارع ولا تبقى سميتو، جابوها لدارهم وعايشه مع وليداتهم ولفاتهم وحسباتهم بحال شي واحد بحال من العائله ديالها. انا مهم اللي مشيت عند دوك الناس طمأنت بان بنتي كانت على خير وبخير. من نهار مشات من الدار عندي، من نهار هذاك النهار اللي مشات عنده وهي جالسه معاهم. اذا اكيد غتكون سمعت. علاش هربتي؟ شنو السبب اللي على ود بنتي؟ ما عرف انا براسي خاصني نديها لشي طبيب نفسي اللي نعالجها. يعني ما عرفتش حتى هي براسها ما عرفاش راسها علاش شنو. قالت لي ما عرفتش راسي علاش درت هكاك. حتى بنتي ما عرفتش راسها علاش درت هكاك. ما بغاتش تجاوب. ما جواب باقي. حتى بنتي ما عرفاش راسها علاش درت هكاك. يعني عرفات راسها بان القرايه ديالها شهرين دابا. اييه عرفات راسها القرايه ديالها بانها راه شهرين هي موقفه من القرايه. ودابا كتفكروا ديروا دابا كام وكاب؟ غنعالج بنتي بعدا الاولى، نشوفها شنو النفسيه ديالها، شنو كيفاش نصلح النفسيه ديالها، وديك الساعه يكون الله خير. واخا رجعتوا انت نتوما نفسكم كام وكاب؟ يمكن يمكن الا كنا يمكن كنا طاغيين عليها شويه ولا نعم. كنا زيار عليها شويه. ما كاينش يمكن يعني. ما كنحسوش براسنا، كنديروا هذا الشيء وما كنحسوش. كترفض ان ترجع للبيت العائلي. هي وملي كتسولوها ما كتبغيش تجاوب. ما كتبغيش تجاوب. اذا معناه نتوما واش رجعتوا نفسكم من طبيعه الحال في سلوككم؟ من طبيعه يعني شنو درتوا؟ من طبيعه الحال من ناحيه هي كتحس براسها بحال مزموته معنا، بحال مزيره، بحال ما لاقياش الحريه ديالها، بحال هادشي هو المشكل ديالها. جاني العجب ديالها ديال هاد الهربه، جاني العجب ديالها، العجب ديالها ديال هاد. انت فاش كانت عندك هنايا كي كتشوف فيها؟ لا كانت الساعه كانت هي اللي عدات 3 سنين. كانت عدات 3 سنين يعني عاشت معاك. عدات 3 سنين كانت عدات 3 سنين عادية نركبها ودير عليها بحال بحال هي. حتى دخلت بغات تديها قالت لي ندي لها شي احسن رود هنايا، رود عندك هنا ما زوينش ديها، وداتها صافي. ايوا نتمنى هذا البكاء يكون بكاء ديال الحمد والشكر. الحمد لله لان كل ما كنشكروا الله كل ما كيزيد. الحمد لله ولكن اللي لقيت بنتي. الحمد لله اللي لقيت بنتي. الحمد لله الحمد لله. بغيناك شي كلمه لهاد الناس كاع اللي عاودوا الناس. انا اللي تنقول الله يجعل ربي يجازيهم بخير، الله يجعل ربي يكثر خيرهم ويجازيهم بخير. كاع اللي دار شي حاجه وقف معانا، كل شيء وقف معانا، كل شيء بقينا فيه وقف معانا، كل شيء وقفنا، كل شيء وقف معانا وقينا فيه. الله يجازيهم بخير. الله يجازيهم. تنقول اللي كان شاف بنتي وعاشها بنتي عي وريها لينا، عي وريها لينا، الله يرحم ليه والدي، عي وريها لينا كيما كانت. اذا غادي نربطوا الاتصال بديك السيده او الام، لان هي ام ياك. ام اللي احتضنت هاد هبه لمده شهرين. غادي نشكروها بطبيعه الحال وفي نفس الوقت تبلغيها منها. الو السلام عليكم. السلام. معك واحد القناه بغات بغينا نسولوك. الله يجازيك بخير. انا مت هذيك البنت اللي كانت اللي كنا كنقلبوا عليها في الصباح. دابا بغينا نعرفوا منك البنت. انت اللي عيطتي لي في الليل وعلمتيني وكان بغيت نشكرك.
كنت بغيت نشكرك على داك الاتصال، على داك الاتصال اللي اتصلتي بينا، راه درتي فينا واحد الخير كبير بزاف. طبيخه اللي ديتيها اديتها، وكنشكرك ونشكرك بزاف بزاف بزاف، وما نقدرش نعبر لك على الشكر اللي كنشكرك به. اختي احنا مجربين الكبده ومجربين كلشي. واختي بارك الله فيك، الله يكثر خيرك، الله يكثر من مثالك، الله يكثر من مثالك، وشكرا اختي، شكرا وشكرا بزاف، وخلي لك وليداتك. بغات تمشي معاك بعدا؟ مشات معايا، ها هي مشات معايا البنيته. معاك واحد السيد، معاك واحد السيد من القناه، هو يهضر معاك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اولا الحاجه باسم هبه بريس كنشكرك بزاف، وكنبوسو لك ديك الراس على هاد الخير اللي درتي مع هاد المراه هاد بشرى، لان راه تحرقات وتشوات عليها، تشوات عليها شهرين، راه ما سهلاش، وانت عندك البنات. اتشوات راه ما سهلش، وهي هي حلمات بها، يعني هادشي اللي دابا طرا الاخراني سبحان الله، حلمات بها، حلمات بهاد الطريقه هادي. بغيت غير نسولك الحاجه، واش سولتيها مالها، شنو ضرها، شنو اللي ما باغياش في هاد العائله ديالها؟ خويا قالت لي انا امي مقنطه. ايوا قالت لكم امي عايشه في طنجه ولاتين، امي ما مزيانهش. دابا هي غير كتقول انا عرفت منهم وجيت عايشه ما كنعرفوش. نعم نعم نعم. امي قالت عايشه في طنجه. لا لا عايشه مع امها في لا كذبات هي على الشرطه وكذبات عليكم باش انها تقبطوها، ما هي عايشه مع بنت مع ماماها وعايشه مع باباها في سالة جديده، غير هي ما مخصوص، حنا بغينا نعرفوا واش مخصوصه مشي حاجه، واش خصها الماده، واش خصها اللباس، يعني تقدر تقول لك انت ما تقولش لامها وبا. وانا راه كل ليله كنتفرج المختبر كل خميس كنتفرج مسكينه. كاعني عطيني نمره التليفون ديال شي باك شي موك شي خصك شي باك، ما بغاتش ولينا خايفه لا ترجع، خايفه لا ترجع. هي شنو المشكل عندها معاكم؟ ما عندها حتى شي مشكل الا انها باغا جات المراهقه فقط. ياك. يعني الله يهون خاطركم معها. هذا الله يرحم الوالدين في هذه الجمعه، وكنشكرك مره اخرى. اذا كنشكر السلطات العموميه من درك، وايضا الامن الوطني عبر يعني المذكرات اللي تعممت من اجل البحث، النيابه العامه التي اشرفت على اصدار مذكره بحث اراد الله ما اراد، يعني رجعت هذه البنت الى الحضن والدفء العائلي. كيبقى امور بسيطه جدا اللي فيها اعاده النظر للاباء والامهات في سلوكهم مع ابنائهم، ونتمنى لجميع ابناء المغاربه الهدايه، وأن يعيشوا في الدفء الأسري العائلي، فهو الأضمن وهو العش الحقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.